السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اولا حابة اشكركم على التعليقات الجميلة قوي اللي بتشجعني واللي عطياني طاقة ايجابية ان انا اكمل الفيديوهات. ان شاء الله النهاردة في الفيديو هنتكلم على الدبوس الفيونكة، ازاي اعمله في البيت بباقي القماش الموجود عندي. البنات اللي بتشتريه عادي جدا، الفيديو النهاردة للبنات اللي عايز تعمله في البيت بالقماش الموجود عندها. ممكن تروحي تشتريه ما تلاقيش نفس لون الفستان اللي عندك، فتعمليه انت بحته قماش صغيره جدا من اللي فضلت من الفستان اللي انت لابساه. وكمان هنتكلم عن حزام الفستان، ازاي اربطه بشكل فيونكه برضو، عشان خاطر بيبقى الفستان شكله جميل قوي، وباجي في الربطه بتاعته اخليه بقى شكله وحش. ان شاء الله بعد الفيديو مش هتربطيه غير بالشكل ده. يلا نبدأ الفيديو، واتمنى ان هو يعجبك. اول حاجه، مربعين من القماش قد بعض، في واحد فيهم فيه فتحه صغيره من النص، هتحطيهم على بعض وتخيطيهم من الاربع جهات خياطه عاديه على ايدك، مش محتاجه مكنه. ده شكلها بعد الخياطه. هتجيبي الفتحه الصغيره اللي في النص دي وتطلعي منها المربع، هتقلبيه يعني لبر. هتوقفي المربع بالطول وتخيطي بالعرض 3 غرزات واسعين. ده شكل الثلاث غرز. هتشدي الخيط عشان الفيونكة تتكرمش معاكي بالشكل ده، وتلفي الخيط وتقطعيه عادي. هتجيبي شريط طويل وتتنيه وتلفيه في نص الفيونكة. عايزة اقول لكم ان لفة الطرحة هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. ده هيبقى شكل الفيونكة. هقص الحتة الزيادة في الشريط وخيطها. علشان يبقى ده الشكل النهائي بتاع الفيونكة. وكده واقفة على التعليق. ممكن تجيبي دبوس ثابت وتخيطيه في الفيونكة ويبقى ثابت فيها على طول، وممكن دبوس من اللي هو بيتحرك اللي هو دبوس الطرحة العادي شبه ما انا ما عملت كده وتحطيه، وبكده تبقى خلصت الفيونكة. والصورة ديت فيها شرح بسيط يعني لطريقة عملها. نيجي للحزام بقى. الحزام عريض ومكوي، مكوي كاوية كويسة جدا. انا هربطه لقدام. هتربطيه وتخلي الطرف اللي فوق اطول من الطرف اللي تحت، او واضح ان الطرف اللي فوق اطول من اللي تحت شويه، وما نربطهوش قوي عشان ما يبقاش مبين تفاصيل جسمنا. يعني تلفي الطرف الاولاني على ايديكي مرتين بالشكل ده، وتجيبي الطرف اللي تحت تتنيه، عدي من فوق الطرف الاولاني ودخليه في الطرف التاني زي ما واضح في الفيديو كده. هتمسكي بقى الطرفين اللي هشاور عليهم الاول والتالت وتشدي كويس. هتحطي صبعك في اول الفيونكة وتشدي الطرف اللي عكسها بالشكل ده، وصبعك في طرف الفيونكة التاني وتشدي الطرف اللي عكسها، وتربطيها كويس وتكرري نفس الخطوة. حطي صبعك في بدايتها وشدي، وصبعك في نهايتها وشدي، وتظبطي فيها بقى من النص لحد ما توصلي للحجم اللي انت عايزاه. عايزاه حجم كبير او حجم صغير حسب ما انت عايزه. انا عموما بحبها بالحجم دوت، بتبقى بسيطه يعني، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. ده شكلها لو لفيتي الحزام لورا على الظهر، او لو جبتيها لقدام على جنب كده. الفيونكه خلصت معايا وشكلها حلو وعمليه جدا، احلى من الربطه التانيه العاديه. كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير، وطبعا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده تتفرجوا عليها بسهوله جدا. اتمنى اكون فدتكم ولو بشيء بسيط جدا.